يا أبطال لقد مات سيدنا. هيا بعدو. خبر صحيح. أمر كسيد. سيد كوكوت مات. أخبرونا حالا. لا تقلق يا أخي، ستكون عيوننا عليه. لا تتركي الأمر للمحكمة، خذوا روحي فوراً حتى تنتهي محنتي. أنا أعتبر ميتة منذ زمن ولا أريد أن تتأذوا معي. أريحي قلبك يا أختي، لا أحد يعلم من ستبرئه العدالة، فكوني صبورة. انظر إلى حالك، كل هذا بسببي. لا تقولي هذا بانو شيشيك، نحن نعلم جيدا ما بداخلك. لن أجعلك طعما للثعالب. خيرا يا دوغان ألب، أتدرك أمرا ما؟ حين تظهر الحقيقة ستعتذر على كلامك بوكاتش، أو أنك ستندم دوغان. كل من هو قريب منها فإن يداه ملوثتان بدماء سيدنا. دوغان ألب، أنا بخير سيدي، لا تقلق. جورجوس، تموا بدي بان بأمرك سيدي. أمرك سيدي. هيا أخي. هل تصدق أن هذه الفتاة بريئة يا أخي؟ أنا أسعى خلف الحقيقة يا أخي، أظن أنك تسعى خلفها أيضا كونتوكا. وإلا لما طلبت أن تستجوب السيدتان جونجاكول وسيجا؟ يجب أن تستجوب السيدتان.